السلام عليكم. إن شاء الله في الفيديو الثاني مع مجموعة النباتات الداخلية نشوف كده مع بعض الألوكاسيا والأمارانتس. دراسينا كومبكتا كوردالين الأديانتم برضو زي نبات الفجير بيتم برضو تربيته في الأماكن الرطبة زي الحمامات، بيكون جميل جدا فيها وبينمو بصورة رائعة بصراحة. الديلودندر النبات داخلي زي البوتس تماما أو قلب عبد الوهاب أو اللبلاب زي ما بيسموه الإخوة في سوريا، لكن ده اسمه ديلودندرون كروتون. طبعا الاسباسيفيلم او الشراع في منه احجام زي ما احنا شايفين هنا، في حجم كبير اهوت وفي منه الاحجام الصغيره ديت. بروتون رائع صراحه، يعني باحجامه والوانه الرائعه ديت. شوفوا يا جماعه تشكيله العصريات جميله جدا صراحه، يعني البامبو. الهيدرا الخضراء، شايفين هنا الانواع من الدفنبخية مع اختلافات في النموات، الوان النموات الخضرية فيها ما شاء الله جميلة. يعني معانا هنا دي طلبية طالعة لزبون، معانا هنا فيه بيسكس البوتس. طبعا من اجمل النباتات التي يمكن تربيتها داخليا، ما بيحتاجش رعايه كتير وبتحمل الظروف البيئيه المصريه ويعني الدول العربيه بوجه عام. يعني في كاستيرات ايضا فيلو دندرون مبركش، في ناس بتسميه بوتس مبركش لكن ده فيلو دندرون مبركش وليس بوتس مبركش. نبات الزاميو القوقاسو بيتكاثر عن طريق الاوراق والدرانات اللي موجوده هنا في التربه، لكن ناخد بالنا ان الاوراق فيها ماده عصريه او الساق هنا فيه ماده عصريه مؤذيه للفم واللسان، يعني نكون حذرين واحنا بنتعامل مع نبات الزاميو قلقاسو. مجموعه من الابصار والدرانات تشكيلة من أنواع البذور الهولندي، خضروات ونباتات زينة. خضروات أسباني. طوري بص. كلاتيا طبعا كل الوانها واشكالها رائعه. طبعا مجموعة من الفازات الخاصة بالديكور والخاصة بوضع النباتات الداخلية فيها.
انا هذا الركن خاص بالزهور والورود والشموع والفازات. كده إن شاء الله نكون صورنا لحضراتكم جزء من النباتات الداخلية والزهور، ونلتقي إن شاء الله في فيديو تاني ونشوف فيه النباتات المشمسة. وإن كانت درجة الحرارة النهاردة 47، لكن إن شاء الله يعني هنلاقي فيه حاجات كويسة إن شاء الله نصورها لحضراتكم معانا في الجزء الخارجي للنباتات الخارجية. أشوفكم إن شاء الله على خير في فيديو تاني. السلام عليكم.